موافقة 19 ساعه زين. نختار نقول المدن ديال السيدي كواش لان راني قابل التحدي. يا غير لحقنا اذا بعيد واش على البادية ولا هي نقطع راحتي خلال اسبوع واحد ونرجع لهم. لا التحدي هو يا غير عندي شرط، لا يقعد هو زوجته، لا نعدل البث المباشر، لا يبقى عن طريق صرحته هو، ما عندي يا معنى. المهم يعطيني ضمانات انه لا يصنت للتلاوة، يصنت للرقية الشرعية هو وزوجته من بداية لنهاية. اذا طاح هو طاحت زوجته هو متوقعان هو فيها 17 عريض. يا شيخ الاخ الكبير نمره هو والسيد اللي معاه فيها 35 عريض وجهد بشياطين ما هو مسلم. اذا نقرا عليهم الرقية الشرعية ونعطي حيوته صاحب باس على النهاية، واذا نقرا عليهم ولا يصرف يمشي معنى ان الدجال مشعل. والسبب اللي ديرو زوجته هو مزوج معاه وهات الشرط صورته وصورة طفيلته معاه ولا طفيل جيت مشوار الكنيسة كان عطاه مسطل مش لا نعرف شنو كان يديرو سريع. السبب نديروه مع كنا نبقى نديروه غير قال هو على ان الرقية الشرعية الى سبعة تمرة لا تمسخ الباس، وعلى ان الجن اللي يتكلم في المرأة اللي قرينا عليها نهار انه جن من فاغنر. حتى نختار نقول على زوجته هو فيها 35 جن تسميهم فاغنر ولا تسميهم الاخر. لا يقعد هو هي نقرا عليهم وشو وراني ضايف للتحدي، ضايف للتحدي جماعة العلمانيين كاملين داير معاها حيمة العداوة وداير معاها محامي الوسيم ودار معاهم العلمانيين اللي في كافيه تينس، الجابر في كافيه تينس، عدل المرقيه الجماعيه، ونادوا جميع الصحافه وجميع المدونين. الين ما يطيحوا عودان كريدي والعود المشعوذ والدجال وطالب الدوله تكبر المركز.